احنا بالحق ما يهمنا في حد بخلافكم انتوما وانكم تعملوا جو معنا. عاملين جو ولا سواء تغني ولا لا؟ انا اعرف علي عنده صوت مش نورمالي. شاب علي. علي نعرف يغني ولا لا؟ مايا تغني ولا لا؟ صوتك شابه مايا. نغني نغني في الدارك ان شاء الله صوتي مش باهي. مايا مايا راهو فما كيما مايا لاباي. العباد الكل تعرفوا انك محاميه كرونيكوز في الاذاعه راديو ميد ميدي دو كلام الناس بالطبيعه وتقرا برشا كتب بالسيف عليك. لا مش بالسيف. تقرا بالسيف عليك خاطر تخدم مع وزارة الثقافة هكا ولا؟ وتقرا كل ما يقدم وزارة الثقافة. قال لك هذاك الحل الوحيد اللي لقاوه باش يسكتوك. توك مش تقرا معناتها. لا لا بالحق تصفيقة كبيرة على مايا الكسوري. وشكرا لقبول الدعوة. التالي تغني ولا ما تغنيوش؟ أنا شابة خولة وشابة نضال حاسيلو في كل الحالات يزوكم تغنيوا على خاطر الفقرة الجاية اسمها شد الحرف. باش نعطيكم الميكرو والميكرو يزمو يبدأ يدور علي باش تبدأ أنت الأولاني باش تغني كيما تحب أنت آخر حرف متاع الغنية متاعك يزمك أنت تربط به غنية واحدة أخرى بعديك جواد معلك فاش باش تعمل اما تصرف باش تحط شويه راه واحنا خمسين باش تحطك باش تشد الحرف حتى تشد روحك نقول لك حاجه اسمه سادك سايدك اسمه سادك في بالك سايدك بالانجليزي معناتها بوكيمون اسمع اسمع لازم معنى نجم نعيط لك بوكيمون اوكي من تو قال لك نجم عيط لك بوكيمون عيط لي بوكيمون وانا من فضلك في بالك جوال بالتونسي ولي ماس نجم عيط لك يا ماس ميسيرش عيط لي ماس صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي امريكاني بي ما نعملوا كيما هكا نبداو هكا سايدك ندورو أجمل أجمل يظهر لي ظهر عندك برشة في تونس تزلزت يا صاحبي إذا ندخل دونك ندورو هكا علولو مايا جوال 3 2 1 عندك علي بري زي الهوى يا حبيبي زي الهوى وقام الهوى يا حبيبي يا حبيبي يا عندك يا سهلة يا يا أغلى من أيام يا أحلى من أحلام يا أغلى من أيام يا أحلى من أحلام خدني لحنانك خدني عن العيون ابعدني خدني لحنانك خدني عن العيون ابعدني بعيد عليك انا وانت انا وانت تا 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 جو بالتا برنامج يا مايا والله هذه اصعب حاجه تا تا اي تا تعالى ما نعرفش نعرف كان غنيه واحده فيه يعني هي شنو شو اسمها هذيك شنو الغنيه؟ تور ايه تو عندي فكره وعاوني عاوني يا تونس محليكم محليكم عاوني يعاونك في ربي ترى سمعنا جو تور تور خبز وشعير هذا ما طاح ودور وكسكسي بعلوش وراس زيت الهاكم استنى خذ كل ما يعيش يغني انا ها سعالة برافو جوال ها يا خولي كسكسي بالعلوش يا جوال جوال راي دور دور مش دور دور لا 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 ولا دور دور جوال لا عند خولة توا خولة خولة يا أخي شنو آخر كلمة هو قال؟ شيء ما نعرفش ليه ما قالش شيء ما قالش شيء شنو آخر حرف قال هو؟
علوش شنو كنت تسيب العلوش بلع الشاي شاي 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 دخلها بعضها هاي خولة عندك يا يا خولة بالياء يا اللي ظلمني يعني هاتيني غنية يا فيزا يا اللي ظلمني تتغنى يا لمو يا اسمر يا اسمراني ايه علي لو تردم هواني انت اللي تحس بي اسمر يا اسمراني ايه قسك عليا لو تردم هواني هواها سنة سنة اما خوله نعم شد صحيح في الليروبي كان مش تسلم وتدورها غني قلت لك تحب العميد يقعد وقدم تلفزه متخيل شنو اخر حرف هواني هواني مره اخرى اي اي كمان يا قادر انا امريكاني وفرنساوي مغادي اي الفرنساوي يا بنت السلطان الله الغلبة المية يا حلوة ودراسكن عطشان كمل كمل يا بنت السلطان حن على الغلبة غلبان 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 انت غني نور نور كوستي نا ناويك يا حبي ناويك يا حبي ناويك يا حبي وصديق معانا ربي يلا صديق كي قلت لك حاجه كي 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 كواتني كواتك نعم كواتني كواتك كواتني كواتك لو كان النار اللي كواتني ربي عاود هذه كل تراح عليه امشي بحذيها صدق امشي عليها امشي انا وياك امشي كواتني كواتك لو كان النار اللي كواتني كواتك لو كان النار اللي برافو عثمان باش نقبلوها كحلقه اولى نقولوا مازلتوا ما تزلستوش على خاطر ما بين جو والصادق ويا يا يا مغادي والامور ما كانتش غنيتها بالكذا سامحني مازلتوا حاب يعطينا العروض وقتاش بالكوره وقتاش العروض نتاعك الصادق العروض والله نهار 19 تلقوني في المسرح الاثري بقرطاج اسمعني ابروبو دو عروض عندنا وليد ياسر محريه تونسي يعيش في فرنسا سحار باش نعملوا تنفيسه صغيره مع كادير بوينو كادير كادير بوينو مرحبا بك دونك تونسي عايش في فرنسا ما تكلمش مليح بال صافا نحكي نورمال سامحني انت ما انا نطلع العباد ما تعرفش يمكن فما شكون ما يعرفكش لهنا انت عندك برشا عروض في فرنسا هي. في قاعات مهمه هي. وبديت تعمل في اسم بشويه بشويه في فرنسا صافا هكا ولا الحمد لله والامور ماشيه والحمد لله عملت كلكو تيري تعرف في تلفزه غاديك وكذا يوتيوب سا مارش تري بيان دي فيو هكا ولا والحمد لله تري بيان باهي كدير شنو باش تقترح علينا اليوم نبدا ميرسي الو جيت اليوم حبيت نبدا بفازه هذه فازه ما فماش واحد في العالم والله حبيت سامحني انا بفازه والله عملنا انا وياها برايد والله لن تق كلمه بالعربي هيا والله او تسرح توا قول لي خرجتني انا بالله ماني والله لك على كلمه بالعربي براي سامحني قصيت عليك تفضل يا باس سي حبيت نبدا بفازه هذه فازه ما فماش واحد في العالم ما يحلمش عملها وسورتو احنا توانسه تو تفهموا الواه فما شكون هنا في الصاله عنده بيه فلوس فوق منه لاباس عليا لاباس عليا جاي علي نعرفهم الصحاله هذوما نتاع فرنسا راه من راس الجبل نتاع فرنسا لا خلطت لكم 10 اللي شي راه صح باش شنو عندك الاخرى 50 اوكي باه خليها في يدك هكا
شنعمل نعمل عليها كوبي كيف؟ اي مثال اسم مرحبا خل ماذا بيه خل نشوفها مليح اوكي خضرة اوكي شنو مكتوب عليها خضرة خذي هذيك 50 اوكي باه لان عندي بي ابو 10 ما عندي حد شايف يدي اوكي نطوها على 2 هكا على 3 على 4 على 5 نفخ عليها مره نقلبها لون يتبدل توا يا نحل بي نتاعك بي ابو 10 ولاد بي ابو 50 سيدي عبد القادر ريتكم مقبله تعملوا في لي جو قاعدين تلعبوا انا بيرسونيلمون جو سوي جالو نحب نلعب معاكم اليوم مرحبا دونك نعملوا جو اللي يربح يربح ال 50 فيكم صافا 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 تري بيان 50 16 كوب بس انت راك نرجع لك 10000 نتاعك اش تمشي باش نعطيكم كل واحد ان بالونس شنو هي تفضل واحده امبوله اوكي نورم هكا واحده تفضل ارحم والديك نعملوا لي سالي غوتور هذا ها؟ ليه ليه شكون؟ ها؟ سجماع الداريز يحبوا هذوما. جاوبي انا الفرنساوي ولا؟ الفرنساوي يبارك ومن بعد مازال عندك؟ مازال اي مازال نعمل 2 3 4 خلينا نعمل ها؟ نعملهم الكل 2 3 4 الثلاثة غير اسمعني الامريكان لا 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 ضيفنا ما يجيش هذا كلام الستار نتاعنا وضيفنا الامريكان يعني سافا يزي يزي كاك يزي سافا يزي 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 امريكا ناخذ واحدة لا يوصل جامد واحدة اللي كنتي باش تعمل بها اللي ياكلها الاول ربح اللي قال لك اللي ياكلها الاول يربح يا ودي نحي سد اسمع اسمع خسرنا الورقة هذيك مضروبة ما نشوفها كيف مضروبة؟ مضروبة مغرحة نسخة يا خدي ولا تفهم في المضروبة؟ لا الأمريكاني اللي يجيب الحبس دخلني الحبس خلي نجيب واحد تعرف كيفاه؟ تعرف كيفاه تعرفها بيه مضروبة ولا ايه؟ شوف أفسر لكم اليوم كيفاه تعرف كان بيه مضروبة ولا ايه؟ كيفاش تعرف أمريكاني مضروب ولا بوكيمان عندي الهاك. ليش اجا معايا جوال اجا معايا. باش تعرف كان بيي 50 دينار مضروبه ولا ديما في البيي عندنا لهنا اون بوند مانيتيك تعرفها؟ اوكي.
ورال البوند مانيتيك ديما فما ان شان الكترو مانيتيك في الشان الكترو مانيتيك فما ديما ان بوان دو انتي جرافيتاسيون فهمك عاد فهمتنيش باه سي با غاف انت تعرف في اوزر تفهم مني شد 50000 اوكي خلينا ناخذ بواطه جوست لهنا اوكي حط 50000 في البواط امان اوكي شد البواطه عندك امان خليها هكا اوكي ما تحرك خلينا ناخذ الطاب جوست لهنا اوكي باه جوال نشوفوا مع بعضنا فما حد شيء تحت النابل هنا اوكي سي بون اي ما حد اعطينا لا امان لا بواط خليها لهنا هكا فوق الطاوله داكا جوال بلا تاج تشد لي دو كوان لهنا ما تحركش اوكي خمم مع شون الجرافيتاسيون اوكي اتونسيون كونسنتراسيون اطلع جوال اطلع زيد اطلع شوف النوطة جوال شوف النوطة هز جوال مليح هز خل نشوف سايب 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 عادي عادي ديك الفوق جوال هز عادي ديك الفوق جوال عادي ديك الفوق سايب شد الخمسة شد الخمسين ألف تبقى وطول عطا بلا جوال Merci beaucoup, je m'appelle Kader Bono. Merci Kader. Merci. Asman. Andy Swell. Asman. Andy Swell. خاطر أنا الحقيقة الحقيقة. هو صديق حميم ولا يظل ولد عمك ولا ولد خالتك هادي زعيم هكا ولا هادي زعيم هو اللي عرفني بكادير بينو قلت له انا نشوفوه وكان عجب الجمهور يعاود يرجع وكان ما عجبش الجمهور ما عجبش الجمهور حسب رايكم يرجع ولا ما يرجعش كادير بينو ميرسي سادتي ما زلنا مواصلين معاكم برشا فقراتي لان حد ما يهمك فيه حد توا حسب رأينا المتواضع يمكن اقوى فقره من فقرات نهار لحد ما يهمك في حد كما تشوفوا غادي عندنا ديكور ديكور يعيطولو الفرنسيس ديكور بانشي ديكور معوج وعندنا ممثلين فيهم شبان صاعدين شبان حتى انت سي نضال خاطر مثلت برشا حاجات ما عمرك ما مثلت وانت معوج معناتها هكا معناتها هذاك علاش الفقره هذه اسمها فقره الممثل الصاعد باش تمشيوا لكلكم غاديكا وباش نبدا انا نمل عليكم في سيناريو وانت ادخل وانت اعمل هكا وانت قول هكا وكذا وتبداوا الكل تبقوا في السيناريو اللي انا قاعد نقول فيه وراهو الديكور هذايا وقيله وقيله وانه الدوغري دانكلينيزون نتاعو 22.5 درجه اللي هي تظهر حكايه فارغه صادق هكا ولا لا درجه الغليان اللي هي تظهر حكايه فارغه اما قال لك من 22.5 درجه غاديكا وين تبدا تلعب عليك الدخ تلعب علي الدخ ولا خالد شكون اللي باش يلعب علي الدخ احنا لا احنا توينت هما فرنسيس احنا في 28 تلعب علي في 28 معناتها باش تمشيو الكل غاديكا باش تمثلوا السيناريو هذايا والعنوان نتاع الفيلم اللي باش نعملوه اسمه العودة المدرسية مع ممثلين صاعدين مباشرة بعد الفاصل أرجعونا